وتنضم إلينا حول هذا الموضوع الأستاذة نسيمة عسلاوي، رئيسة جمعية الانتصار للمرأة. يعني اليوم حظر جزئي للحجاب، وغدا ربما يكون حظر كلي. متى كانت الحكومات المدنية الديمقراطية تتدخل في ملابس الناس وما يرتدون؟ نعم نسمعك السلام عليكم. أستاذة. وعليكم السلام، تفضلي. أسعد الله مساءكم جميعا وطاب يومكم بإذن الله يا رب العالمين. المشاكل التي تعيشها المرأة المتحجبة حول العالم دي مشاكل عديدة، يعني في الوطن العربي والوطن الغربي، التي تمر به عدة مراحل وتمس به المرأة الأصيلة التي تتميز دائما بارتداء حجابها الصح، لأن أي عمل في العالم لا يعيق لباس الشرع للمرأة مهما كانت الظروف. ولهذا نقول ونناشد من هذا المنبر أن علينا أن نرى ولو نافذة صغيرة لهذه المشكلة التي تدور يعني الساعة هذه. نعم. أن من بينها يعني في الحكومات يعني أنها تمنع باتا لأي انقراض في منظمات يعني أو للحاق يعني بمراكز يعني دولية، مثلا الجمارك أو الشرطة أو الطيارة، يعني ممكن يعني أي وحدة لها حلم ولها قدرات وطاقات علمية أن تكون قائدة أو يعني صاحبة نعم يعني مجالات يعني عديدة منها، ولكن الشرط من شروط دخول إلى هذه المسابقات يمنع ارتداء الحجاب. نعم، لماذا يعني تحرص الكثير من الدول على استهداف المسلمات دون غيرهن بقضايا النقاب والحجاب وغيرها؟ ألا يزيد ذلك من مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية التي وصلت في دول مثل أمريكا وكندا لحرق المساجد وقتل المصلين؟ إسلاموفوبيا يعني هذه ظاهرة ظهرت يعني مؤخرا في أوروبا، وأصبح يعني كما يقال أن السيف ذو حدين، يعني هما عملوا هذه الأشياء عشان يعني يغيروا نصاب الحجاب والدين الإسلامي، ولكن للأسف الشديد الإسلاموفوبيا أصبحت يعني في من جانب آخر إيجابي. حتى لما احتكينا مع الناس بأوروبا أصبحوا يقولون أصبحنا نميل إلى هذا الإسلام لنتعلم به احترام المرأة التي دائما هي مثلا هي قدوة للعالم العربي الإسلامي مهما كانت الظروف. ومن هذا نقول أن نظرية كل واحد منا عليها أن تبدأ، لأن ديننا دين تسامح أولا. نعم. ودين دين تسامح أولا، ودين أنه يحتفظ بآراء الآخرين واحترام الأديان والتسامح بين الأديان. إن دل على شيء دلنا على أن من هذا يعني الأمير عبد القادر الجزائري هو من الذي كان من السباقين الذي يعني أعاد نظر جديد للتسامح بين الأديان، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن نعيش في أي مكان. نعم، يعني أستاذة، ألا توجد لدى المرأة المسلمة في أوروبا وسائل لحماية نفسها من هذه القوانين العنصرية التي تستهدف حرية تدينها؟ المشكل اللي صار بفرنسا وبلجيكا وفي كل دول يعني أوروبا التي دائما هي ضد، ولكن ضد يعني في العالم الحكومي ممكن أقربات يعني فرنسا يشتغلون في محلات خاصة. نعم. أو عند الخواص ممكن ترتدي الحجاب، ولكن المشكل والإعاقة الوحيدة أنها لما تكون تشتغل في أي يعني منصب حكومي أو يعني ما عندهاش أي حق، ولكن في جمعيات منظمات تناشد أن حقوق الإنسان كإنسان كبشر له يعني الحق أن يرتدي أي شيء، يعني هذا لا يمانع نشاطها التجاري أو العلمي أو أي شيء يعني. وحتى يعني المشكل أن أصبحنا أن يعني نتقي أي شيء من الغرب. نعم.
أين نحن من هذا؟ أنا أجيب على الأسئلة، أين نحن من هذا؟ لأن التفرق والتشتت والأخذ النفسي نفسي رجع الإنسان أنه يبقى ينتظر الإجابة من الآخرين. تعالوا نتحد ونبرز يعني شخصيتنا كنساء، يعني نتكلم كمرأة، كنساء عربيات مسلمات متحجبات، أن نرجع إلى في الاتحاد القوة، ولكن بالأشياء الإيجابية التي نتعايش مع الآخرين باحترام وقدراتنا الإيجابية في كل مجالات. نعم الأستاذة نسيمة عسلاوي رئيسة جمعية الانتصار للمرأة، شكرا جزيلا لك.